أعدائي هذا الدرين هامر قد قطعت البنين في داخله من هنا أو من هنا لا أعلم، ونريد استخراج هذه البنينة. طبعا فككنا هذه الأجزاء أعدائي، وأول أمر نقوم به أعدائي هو فتح هذه البراغي، هذه البراغي الأربعة. من المهم أن تحفظ اتجاه هذا المستم عزيزي. عزيزي تشاهد ما يسمى بالطلقة في الوسط واضحة أمامكم، سوف نقوم بالطلق عليها أعزائي لكي تندفع البنينة المقطوعة إلى الاتجاه المعاكس. أعزائي هذه هي جزء البنينة المقطوعة أعزائي، سوف نحاول إخراجها. أعزائي تم إخراجه بقليل من المحاولات والحمد لله، هذا هو الجزء المكسور من البنينة. والآن أعزائي أعيد الأجزاء إلى ما كانت عليه. أعزائي فائدة هذا الجزء أن يحول من الطرق فقط إلى الطرق والدوران، الآن طرق ودوران، وعندما ينخفض هذا الجزء بواسطة عتلة يبقى المسنن يدور لا مشكلة ويتحول إلى طرق، أما الآن فطرق ودوران. أعزائي والعتلة هنا توضع ونقوم بتدويرها وتحويله من الطرق إلى الطرق والدوران. أعزائي إن نسيتم اتجاه هذا البستم الطالق فهذه آثار الطلق تكون للأسفل باتجاه الطلقة التي قمنا بالطلق عليها لإخراج الجزء المقطوع. انظر عزيزي إلى هذا البستم، هذا البستم يجب أن يدخل هنا. هذا هو مكانه أعزائي. هذا هو جزء البنينة المقطوعة أعزائي، وهذه العتلة التي حدثتكم عنها تحول بين الطرق والطرق والدوران. وإلى هنا نأتي إلى نهاية هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله.